بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. مثل ما تلاحظون في الصورة طائر، من الذي يهدي هذا الطائر؟ يسعى هذا الطائر لإطعام فراخه من دون أن يتعلم ذلك، ويؤكد العلماء أن جميع الكائنات الحية مبرمجة بشكل مسبق لتؤدي عملها على أكمل وجه وبشكل يضمن تكاثرها واستمرارها. ويتساءلون العلماء من الذي ألهمها وعلمها هذه التقنيات المعقدة، ومن الذي هدى هذه المخلوقات لتقوم بكل هذه الأعمال. ونقول في ونرد عليهم بقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم، آية واحدة ترد على هذا الموضوع كامل. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورة طه آية 50، والله أعلم.